وللمزيد من التحليل والمتابعه ينضم الينا هاتفيا الدكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. اهلا بحضرتك دكتور عمرو. يعني الحديث عن التغيرات المناخيه بالتاكيد لا ينفصل عن الاقتصاد، فالتغيرات المناخيه تؤثر على الاقتصاد، يعني اتوقع انه يكون بشكل سلبي، يعني راي حضرتك. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. وفي الحقيقة قضية التغيرات المناخية هي قضية هامة جدا لكافة الدول العالم، لأن المسؤولية عنها هي مسؤولية مشتركة. ويمكن السيد الرئيس أشار لده في عديد من الكلمات وفي تعقيبه على الجلسة اليوم، ولان سواء بنتكلم على انبعاثات الكربون وهي القضيه الاخطر وارتفاع درجات الحراره اللي ممكن بتاثر على عديد من الظواهر، مش بس الاثر اللي كان موجود في السنوات اللي فاتت الخاص بالتلوث البيئي واثاره السلبيه على الانتاجيه وصحه المواطنين أو التآكل في طبقة الأوزون، إنما إحنا ابتدينا نتكلم على الحديث عن أن هناك بعض المدن ستغرق وتختفي من الخريطة، بنتكلم على عديد من الآثار السلبية، استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة. وفي الحقيقة هنا لازم نتكلم على إن استراتيجية مصر في التنمية الاقتصادية هي بتعتمد ما يسمى بالمسار الأخضر أو الأنشطة الاقتصادية غير الملوثة للبيئة. ويمكن زي ما أشار السيد الرئيس، رغم أن انبعاثات الكربون الموجودة من مصر تكاد لا تذكر، إلا أن اهتمام مصر بقضية المناخ هو اهتمام جوهري وهام جدا. شفنا ده في العديد من المشروعات اللي اترجمت في ارض الواقع، سواء انتاج الطاقه الكهربائيه من خلال الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، عندنا اكبر مزرعه للطاقه الشمسيه موجوده في اسوان في جنوب مصر. شفنا ده في مشروع الدلتا الجديده ومشروع حياه كريمه اللي بيستهدف اعاده احياء للرقعة الزراعيه وزياده النشاط الاخضر. بنشوف الدوله المصريه بتقدم قروض كمان، واصدرت الحكومه المصريه سندات خضراء للاهتمام بالانشطه صديقه البيئه. ويضاف الى ده وجود مصر واستضافتها لقمه المناخ 2022 اللي بتعكس ترجمه حقيقيه ل الدور السياسي والاقتصادي المصري، خاصة وإحنا بنتكلم على بعد جديد في السياسة المصرية والدبلوماسية المصرية، وهو البعد الاقتصادي الحاضر دائما على أجندة السيد الرئيس، اللي حاضر دائما بداخله البعد البيئي وحقوق الأجيال القادمة. طيب دكتور عمرو، يعني هل من الممكن أن نطبق قاعدة من كل محنة منحة؟ هل محنة التغيرات المناخية التي تواجه العالم ممكن أن نستخرج منها منحة تكون تعود بالإيجاب على شعوب الأرض من هذا الاهتمام الكبير من كافة الدول ومن اهتمام دولتنا مصر من القيادة السياسية بهذه القضية؟ يمكن قضية المناخ ومعها القضية الأكبر في العامين الأخيرين وهي أزمة فيروس كورونا، أثبتت بما لا يدع مجالا من الشك أن التعاون بين شعوب الأرض، وهذه هي رسالة مؤتمر شرم الشيخ ومنتدى شباب العالم في رسالته السنوية اللي الدولة المصرية أكدت عليها، أن لا يمكن لكوكب الأرض بما حدث من تطورات اقتصادية وسلاسل وتكامل في سلاسل الإمداد والعرض، أو ما حدث من ثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن يستمر هذا الكوكب
إلا بتعاون ما بين دول العالم، ليس فقط الدول المتقدمة ولكن كل دول العالم يجب أن تعمل من أجل السلام والنظر إلى المصلحة الجماعية لسكان الأرض. لا يمكن الحديث عن إن بضعة دول أو عدد قليل من الدول يتخذ نهج مكافحة الانبعاثات الحرارية مثلا أو التلوث البيئي وباقي الدول لا، لأن في الحقيقة ده بيأثر على كل الناس. نفس الكلام في مواجهة الفيروسات والأوبئة، احنا شفنا إن فيروس موجود في دولة ينتقل إلى كل دول العالم ويؤدي إلى كل هذه الإغلاقات والتبعات الاقتصادية، وبالتالي التعاون الصحي التعاون البيئي وجود أطر لهذه التعاون وحقوق الدول النامية على الدول المتقدمة في توفير الدعم لهذه الدول والمشروعات المشتركة هو أمر في غاية الأهمية في هذا التوقيت. وأعتقد أن لدينا في منتدى الشباب رسائل عديدة تم توجيهها للعالم من خلال المنتدى يعكس الرؤية المصرية للتعاون المشترك في القضايا التي أصبحت تخص سكان الأرض وليس فقط مجرد بقعة جغرافية في دولة ما أو مجموعة من الدول. نعم. طيب دكتور عمرو، يعني أغلب الندوات المقامة اليوم هنلاقيها مرتبطة بجائحة كورونا، يعني السياسات الطبية المتعلقة بكورونا بجائحة كورونا، التغير السلوك والأنماط السلوكية ما بعد كورونا، إذا تأثير جائحة كورونا على كافة الأصعدة، برأيك اقتصاديا كيف استطاعت مصر التعامل بحكمة مع هذه الجائحة كي تتخطى المرحلة الأولى وهي المرحلة الأخطر بالتأكيد في أي جائحة كي تتخطاها بأمان اقتصاديا؟ طيب احنا أي أزمة نقدر نقسمها لمجموعة من المراحل. وفي الحقيقة تعامل الدولة المصرية مع فيروس كورونا مهم جدا نرصد هذه المراحل بالتفصيل عشان نقدر نستوعب ما حدث وكيف صمد الاقتصاد المصري، بل حقق معدلات نمو وأداء جيد جدا وسط دول العالم اللي أغلقت وتراجعت اقتصادياتها وحققت معدل نمو سالبة ومعدلات بطالة ارتفعت وتراجع في قيمة العملات، بعض الدول انهارت قيمة العملة بتاعتها بأكثر من 100%، في حين إن الجنيه المصري صامد على سعر الصرف بتاعه، الصادرات المصرية حققت معدل نمو 15%، الدولة المصرية وجهت قروض للعمالة، منح للعمالة المؤقتة، قروض للشركات في القطاعات اللي تأثرت سلبا، والاقتصاد المصري أدى بنتائج مبهرة ورائعة أشادت بيها كل المؤسسات الدولية. وده يرجعنا لإحنا عملنا إيه قبل كورونا وعملنا إيه أثناء الجائحة أو في بداية الجائحة وإيه اللي مستمرين فيه دلوقتي. قبل الجائحة في الحقيقة كان هناك إرادة سياسية قوية جدا بإصلاح اقتصادي جذري وسياسات اقتصادية بتحل المشكلات من جذورها وليس مجرد مسكنات. وبالتالي بقى لو كانت الدولة المصرية قبل كورونا في 2014 أو في 2016 اتكلمنا على إن احنا نزود مرتبات من غير إنتاجية، ما عملناش مشروعات قومية، ما عملناش دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان عندنا نفس رقم الاحتياطي اللي كان موجود أيام الإخوان ما كانوا في الحكم ب 14 مليار دولار لا يكفوا للسلع الأساسية، عندنا أزمات في السلع التموينية ونقص في إمدادات الطاقة، في أزمة البنزين، أزمة السكر، أزمة السولار، الوضع الاقتصادي اللي كان موجود لو دخلت معاه أزمة زي أزمة كورونا بالتأكيد كنا سنعيش في كارثة، كارثة محققة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. احنا جه علينا وقت ما كناش قادرين نستورد لبن الأطفال، انما احنا اتكلمنا على ان فيروس كورونا جاء في فبراير 2020 او مع بدايات الإغلاق في مارس 2020 في معظم دول العالم، والاقتصاد المصري لديه احتياطي نقدي اكثر من 45 مليار دولار، لديه عجز في الموازنة انخفض، نسبة في الدين العام انخفضت، معدل البطالة تراجع من 14% ل 7%،
عديد من المشروعات القومية العملاقة اللي بتوفر آلاف فرص العمل، عديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 150 مليار جنيه في الفترة من 2016 ل 2019 تم ضخها لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وبالتالي لما جاء بقى التعامل مع الأزمة بقرار استراتيجي إن إحنا مش هناخد الإغلاق التام ومش هنقفل، إنما هنستمر في العمل ولكن بمحاذير. أما نيجي نتكلم قبل الجائحة على الاستثمار في صحة المواطن، والأول مرة من 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 في التاريخ المصري نجد حكومة مصرية تبحث عن المواطن لتعالجه مجانا من فيروس سي وتعمل مبادرة ل 100 مليون صحة. نتكلم احنا كده بنتكلم على برامج الحماية، برامج الحماية الاجتماعية لصاحبة الإجراءات الاقتصادية، ودي طبعا كانت نقطة مهمة جدا للحفاظ على يعني الكيانات وعلى الأفراد وعلى الناس. البرامج الحمائية دي من أبرز الخطوات المصرية، وبالتأكيد هناك بصيص من النور في كل محنة كما محنة كورونا كما ذكرتها حضرتك دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.